السلام عليكم، مرحبا بكم معنا. اليوم ان شاء الله غنوجدوا ساندويتش بالصوصيص بواحد الصلصه اللي واعره بزاف كتواتى معاه، وخبز ديال ساندويتش اللي كيجي رطب بزاف. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. غادي نحتاجوا للخبز 500 غرام ديال الدقيق اللي مغربله من قبل، معلقه كبيره سكر سنيده، معلقه صغيره ونصف ديال الملح او حسب الذوق. غادي نحتاجو كذلك بيضه واحده، ممكن هاد العجين نجمعوه بيديكم ولكن راه خاصو يتدلك مزيان، انا غنستعمل العجانه. غادي نجمعو الخليط ب 240 مليلتر ديال الحليب والماء مخلطين يكونوا دافيين. ممكن تستعملوا 240 مليلتر كامله ديال الحليب. من بعد ما كنجمعوا العجين بحال هكا كنضيفوا ليه الخميره 15 غرام، انا استعملت خميره معجونه، كنفرتوها بيدينا شويه ونديروها في العجين حتى كيدخل لينا مزيان. من بعد كنضيفوا جوج المعالق صغار ديال الزبده تكون لينه، ونعجنوا مزيان حتى العجين كيولي رطب كيلتصق شويه باليدين. صافي كنجمعوه، وكنديروه يختمر. انا غنرجعو لنفس الاناء، غادي ندهنو بشويه ديال الزيت ونوضعو على جنب حتى يتضاعف الحجم ديالو، مكياخدش وقت طويل في هاد الصهد هذا. ملي كيولي على هاد الشكل كندوزو باش نشكلو خبيزات الساندويتش ديالنا، كنخرجو منو الهواء اللي فيه. وكندوزو نقطعوهم، انا خرج ليا 9 ديال الخبيزات، كل وحده درت فيها ما بين 90 و 95 غرام. استعملت الميزان باش يجيوني في نفس الحجم، ممكن ديروا غير عينكم ميزانكم، ممكن تكبروهم او تصغروهم، اختيار كيبقى لكم. المهم هو ان هذا العجين ناجح 100%، الخبز ديالو كيجي خفيف بزاف ومنفوخ ورطب. صافي كندوزو نطلقوهم بالدلاك، وكنلويوهم مع الطريقه هذه راه معروفه. كنقرصو الجنيبات وكنحطوهم في الطاوله اللي غتدخل الفرن. كنغطيوهم ونخليهم حتى يختمروا مزيان بحال هكا، وكندهنوهم بصفر بيضاء مع معلقه ديال الحليب. انا ما توفرتش عندي الحليب، كان عندي الكريم درت معلقه، داكشي علاش كيبان الخليط ثقيل. كندهنو الجنيبات مزيان، الفران تيكون سخون، كندخلوهم ما كياخذش وقت طويل، الا الفران ديال الغاز كتشعلوا العافيه من التحت حتى كيتحمروا وهبطوهم. ديال الضو كتشعلوا 180 درجه من الفوق والتحت، تقريبا راه ما تيفوتوش نص ساعه. صافي من بعد ما كيطيبوا مباشره كنجبدوهم وندهنوهم بالزبده دايبه. كيف كتشوفوا راه كتعطي واحد اللمعان للخبز وكيجي رطب بزاف، ما كيبقاش يتفرتت من الفوق. صراحه كيجيو غزالين بزاف ورطبين، يعني تبغي تاكلهم غير هكاك دهنهم بشي حاجه. المهم نخليوهم يبردوا وندوزو نحضروا الحشوه ديالنا. في مقله فيها الزيت غنحتاجو نديرو فيها جوج ديال البصلات مقطعين مربعات يكونوا متوسطين، مع جوج دروس ديال الثومه حتى هما محكوكين، نصف ملعقه صغيره ديال الثومه بودره، نصف ملعقه صغيره ديال الهريسه او السودانيه، ممكن ديروا معلقه صغيره عامره حيت هذا الخليط هذا او هذا لاصوص غتكون ما بين الحلو والحار. صراحه كتجي لذيذه وكتواتى بزاف مع الصوصيص ومع ديك المذاق القارص اللي كاين في المطارد، يعني كتعادل لينا المذاق ديال الساندويتش، كيجيش حلو بزاف ولا حار بزاف.
غنحتاجو كذلك معلقه صغيره ديال التحميره تكون عامره، وجوج المعالق كبار او ربع كوب ديال السكر البني او السكر سنيده، وحتى السكر البني راه ممكن توجدوه في الدار، انا راه وجدتو ما كاين لاش نمشيو نشريوه بواحد الثمن كيكون مرتفع. غنضيفو جوج المعالق كبار ديال مطيشه، يعني المصبره او مطيشه ديال الحك، جوج المعالق كبار انا كانوا عندي في المجمد. غنبقى نحرك حتى تذوب شويه، ونضيف ليهم تقريبا 240 مليلتر ديال الماء. هاد الماء هذا غنخليوها طيب فيه مزيان. من بعد ما نضيفوه ونحركوا شويه، غنضيفوا جوج المعالق كبار ديال الخل، نغطيو هاد لاصوص ونخليوها حتى تنشف مزيان. صافي مده قصيره كتشف فيها. في الاخير كنضيفو معلقه ديال النشا، كندوبوها في جوج معالق او معلقه د الماء ونضيفوها ليهم. راه ما تصورتش ليا هاد اللقطه هادي. كنديرو الصوصات ديالنا الفراني يطيب، ممكن ديرو في مقله، من الاحسن يجي ناشف. وها هو الخبز ديالنا من بعد ما برد، كيجي اسفنجي صراحه، كيجي زوين بزاف. صافي كنحلو باش نعمرو الساندويشات ديالنا، والحشوه كتبقى اختياريه، ممكن تزيدو او تنقصو. صافي كنديرو الخس وصوصاس وشويه ديال لاصوص ديال اللي صايبنا، كنديرو خطوط من المايونيز والمطارد. بهاد السهوله كيوجد معنا كيف كتشوفوا. هذا هو الشكل النهائي ديالهم، صراحه كيجي لذاد بزاف، يعني واحد الخليط او مزيج ما بين الحلاوه والحار، كيجي رائع جدا. نتمنى تعجبكم هاد الوصفه، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.